تعالوا نشوفوا الايس كريم هنعمله مع بعض ازاي. معانا مانجا ومعانا كريم شانتيه زي الفل. والاطفال الحلوين بيحبوا الايس كريم يتعمل في البيت. ليه يا شيف؟ عشان نضمن الجوده ونضمن الخامات اللي احنا بنستخدمها. فانا معايا مانجا، والمانجا بتاعتنا مفيش زيها في الدنيا. ومعانا كريم شانتيه طبعا، بنجيب ميه ساقعه وحليب مثلج وبنعمل الكريم شانتيه باودر او سائل ويطلع معانا زي الفل. عايزاه بطعم الفانيليا بتحط فانيليا، بطعم الورد بتحط الورد، ويجعل ايامنا كلها ورد. هناخد المانجا بنحطها على الكريم شانتيه. خلص الكلام، طلع الايس كريم بسهوله. اه، ونقلبها ونقدمها في الكاسات زي الفل يا عم الشيف. على فكره ممكن نقدم مع الماليات دي، المخرج بيسالني ممكن نقدم توميه، نقدم مايونيز معايا التوميه اذا احنا حابين، معانا كاتشب عينيه، معانا كاتشب اذا احنا حابين، حسب ما انت بتحب. اه، وادي الايس كريم بتاعنا بالمانجا. وانا من عشاق الايس كريم لما اشوف نوع الفاكهه في قطع منه في قلب الايس كريم، على طول عينيا بتروح عليه، سواء ايس كريم فراوله، ايس كريم مانجا، ايس كريم توت، اللي احنا عارفين ده كل الفواكه عموما. اول ما بنشوف الفاكهه في قلب الايس كريم اللي هو الاساس بتاعه على طول زي ده كده اهو. المانجا باينه اهي زي الفل، بتتكلم مصري وزي الفل. تعالوا نغرفه مع بعض كده، خلينا نوسع الدنيا علشان السفره بتاعتي تبان حلوه. اه، اللهم صل على النبي. نعم، اللي عنده سؤال انا جاهز. ممكن بقى تعملي زي المحلات بتوع الايس كريم، يجيبوا لك ميه دافيه كده ويحطوا فيها معلقه الايس كريم عشان ما يمسكش. عادي بقى، انت جودي يعني براحتك، انت في مطبخك بالزي لازم معاك مخرج بقى ويقول لك فاضل دقيقه ودقيقتين والجو ده. اه اه، المطبخ مملكتك. اه، جوزك بس اللي بيستعجلك، ولو عارف انك بتعملي حاجه حلوه وبتبدعي فيها يقول له خدي راحتك يا حبيبتي، اهم حاجه ان انا ايه؟ اللهم صل على النبي. اهو ايس كريم مانجا، جربيه كده وقولي رايك فيه. للامانه ده واخد طعم الفانيليا وطعم المانجا. اهو انا هعمل برضو، نجيب طبق كده ونحط فيه ميه. الله الله الله، الحاجات دي حلوه على فكره. ليه بقى؟ بتخليكي دي ميه سخنه عاديه حلوة أوي. معايا عود نعناع أخضر زي الفل، أزين بيه الطبق بتاعي. نعم يا أستاذة رحاب، إيه المفاجأة قولي لي؟ يوم الأربع؟ آه، يوم الأربع المفاجأة إن شاء الله من تطوير البرنامج بتاعنا أكلة أمي. يوم الأربع معانا الدكتور رامي صلاح الدين، دكتوراه في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. الله الله ينور، دكتوراه في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، حلو قوي. يعني في أسئلة كتير، ابدأي جهزيها وحضرها من دلوقتي. ويوم الأربعاء إن شاء الله إحنا مع بعض، أحط إيدي على السؤال أجاوب على طول، أنا والدكتور رامي صديق. ده طبعا طلب السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا مهمه دلوقتي، مهمه لتحقيق الغرض المراد نجاحه، خلي بالكم. ولكن ممكن تكون منها اضرار للي هو عايز يبقى منها اضرار، زي التلفزيون الريموت كنترول في ايدك، عايزه تتفرجي على حاجه تفيدك هتتفرجي، كذلك السوشيال ميديا بين ايديك التليفون، عايزه تستفيدي منها هتستفيد، عايزه تضر فكرك وافكارك واولادك ونبوظ افكارهم بايدك، كل واحد بايده يصلح حاله.